معكم عبد العزيز حادي فاعل جمعوي، أتشرف بالحديث عن مشروع جمعية بسمة لمساندة مرضى القصور الكلوي ومتمثل في مركز صفية الدم الأميرة الجليلة لالة مريم. هذا المشروع هو مشروع تضامني مواطن يقدم خدماته لمرضى القصور الكلوي الذين كانوا يتنقلون لعدة مدن ومناطق داخل المغرب لإجراء حصص التصفية، يقدم خدماته بالمجان. التكلفة المادية لهذا المشروع هذا هي 23 مليون درهم، أي 2 مليار و300 مليون سنتيم. إذن الانطلاقة لهذا المشروع كانت انطلاقة أمل من معاناة مريض ديال القصور الكلوي محسن، ندر نفسه لبناء مركز لتصفية الدم لتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي التي طالما عانى منها، فالتحق به أخوه مناصفة. إذن انطلق هذا المشروع في تقديم خدماته منذ شهر 7/2019 ب 12 مريض. اليوم المشروع ما زال يقدم خدماته التضامنية المواطنة، وعدد المرضى بلغ مع كامل الأسف 45 مريض. الآن المشروع جاء للتخفيف من معاناة هؤلاء المرضى، وما على المسؤولين والوزارة إلا تقديم الدعم والمساندة لجمعية بسمها لمساندة مرضى القصور الكلوي حتى